أول مهندسة أمسك ورش فنية من السبعينات تقريبا. تمام. بس طبعا في ظل تشجيع القيادات العليا لدور المرأة فده شجعني فعلا أن أمسك إدارة. بس انت حاسه بايه يا فندم من بعد ما انت مسكتي كسيده ماسكه؟ انا بنت الورش، انا بقالي فتره طويله يعني اعتبر الورشه دي زي بيتي يعني. تمام. والحمد لله انا محبوبه من الورشه كلها، من انا بتاعت ورش يعني، انا بحب قوي الناس اللي هم الاخصائيين وفنيين وحبايبي يعني. وفي نفس الوقت انا حازمه يعني، عندي واحد واحد يساوي اثنين، لان انا مسكت قسم حساس جدا لمده 15 سنه هو كشف عن شروخ المحركات. ما شاء الله. وطبعا كشف عن شروخ المحركات لا مش بس مؤثر، وانت لازم اللي يشتغل فيه ياخد شهادات من الطيران المدني الاوروبي. تمام. فانا واخده مستوى تاني على مستوى العالم. تمام. انا والزملاء مهندس اشرف مهندس محمد عايده واخصائيين تامر وياسر فاروق واخدين برضو المستوى الاول على مستوى العالم. تمام. وبنتعرض لاوديت كتيره جدا. نعم. فيري اجريسيف يعني. نعم. اي اوديت يجي سواء طيران مدني اوروبي سواء اف اي سواء حتى كواليتي ايجيبت، اهم حاجه كشف على الشروخ. نعم. ليه؟ من اهميه من ناحيه السيفتي السلامه ومن ناحيه الماني وايز اللي هو الفلوس. بمعنى ايه؟ يعني انا لو قلت على كراك او شرخ مش شرخ ده يوقع جزء من الطياره. عمرو يعني ايه؟ يعني في موديولز كبيره او اجزاء كبيره من المحرك بتتفك البيس بارت اجزاء. نعم. الاجزاء دي بتمر في كذا مرحله، لا بتقوم بعده عمليات اللي هي قبل خالص بعد ما يجمع هذه الاجزاء، بعد ما تقوم بكشوفات واصلاحات وتعمير. نعم. بتقوم بعد كده بتتجمع وتروح على التيست عشان يعمل لها اختبارات. نعم. هذه بقى المرحله كلها بتاع الاجزاء لما تتفك، انا مديره هذه مسؤوله عن البروسيس دي كلها، باديه من الكليننج من نظافه الاجزاء. نظافه الاجزاء طبعا عندنا تاني خط اوتوماتيك على مستوى العالم، كان ايامها 2006 من شركه فنلنديه اسمها جالفاتيك. طبعا عندنا وحده معالجه للويست او الفيومز اللي طالعه او الكيماويات اللي طالعه من خط التنظيف الكيميائي والصديقه للبيئه على مستوى عالي جدا وحدة. نعم. المعالجة. بعد كده احنا عندنا كشف على الشروخ اللي بقول لحضرتك كلنا واخدين ليفل 1 و 2 على مستوى العالم من ايروسبيس انسبكشن تريننج سنتر بانجلترا. نعم. وبيجي لنا بقى اوديت باستمرار من بره، وفي شركات مصنعه للمحرك جات عندنا في اوديت، شركه كبيره جدا. نعم. قالت لا انا مش عارفين ازاي خط عندكم احسن من خط عندنا. يعني صناع المحركات احنا معظم تدريباتنا هنا بتبقى عند الصانع نفسه بالشهادات اللي هي المطلوبه اللي تبقى عشان يقدر المهندس ده يعتمد ويقدر ان هو يشتغل في بيزنس زي ده. تمام. زي ما حضرتك عارف يعني، او زي ما حضرتك يعني قلنا وضحنا من شويه ان تكلفه التعمير غاليه جدا، فاحنا بنشتغل في قطع غيار يعني باهظه الثمن، وبالتالي مش مسموح ابدا بالخطا. الطرازات اتفضل، احنا عندنا في حضرتك طراز بيوصل تكلفه الصيانه بتاعته بتعدي 10 مليون دولار. ده المحرك الواحد. المحرك الواحد ده طراز بوينج 37 اللي هو البي دبليو 4090. البي دبليو 4090. وفي محرك طبعا اللي هو اصغر محرك موجود حاليا دلوقتي تكلفه التعمير بتاعه حوالي 2.5 مليون دولار. ده 7 بي اللي هو سي فام 56 داش 7 بي، الطيارات اللي هي 320 الحديثه. وقت احنا بنعمر 50 محرك بريير، 50 محرك في السنه. الوقت كل المحرك بياخد تقريبا 90 يوم عمره كامله. محرك بيدخل من الباب الورشه هنا طبعا موجود في اي باي من البيات دي، طبعا بيبقى فيه بلاننج وفي تخطيط هو هيدخل في اي باي بالظبط ومين التيم اللي هيشتغل عليه، والتيم اللي هو المدرب اللي واخد تدريبات الاصلاح للمحرك ده. احنا السنه اتفضح لك احنا تقريبا السنه اللي فاتت موفرين حوالي 20 مليون دولار تقريبا يعني، وان شاء الله السنه دي مخطط يعني في نهايه السنه ممكن نوصل لاكثر من كده باذن الله يعني. هو بيبدا بحوالي 12 لي اوت ب 12 بي خاص بالريموفال والانستليشن بالمحركات تبقى على مختلف طرازاتها. بيبدا بعد كده في الاريا الخلفيه، عندنا اريا للكليننج ودي هنشوفها خلال المعمل التنظيف الكيميائي، وعندنا اريا للخط ال ان دي تي نون ديستركتيف تيست، عندنا اريا الخاصه بالديس اسامبل بارتس للانجن بارتس ودي خاصه بالبي 3 وده هاي ليفل من التعمير موجود النهارده بس موجود حاليا في مصر الطيران فقط لا غير. على مستوى الشرق الاوسط هم عندنا تقريبا ورشتين على مستوى الشرق الاوسط، ويمكن على مستوى افريقيا برضه هم ورشتين تقريبا. احنا النهارده ثالث او رابع ورشه على مستوى افريقيا والشرق الاوسط في التعمير المختلف، الطرازات الخاصه بالمحركات البي دبليو، محركات البي 2500، محركات السي اف ام، وده خاص بالطيارات الخاصه بالشركات بوينج، خاصه بشركات رولز رويس كشركات تعمير، شركات خاصه صناعه محركات شركه بوينج،
شركه رولز رايز، شركه سي اف ام اي، ده شركه جي اي. النهارده احنا واخدين جين كبير قوي في التعمير الخاص، والنهارده يعتبر من احدث حاجه هو محرك سي اف ام 56 ده 7 بي، هو ده راكب على الطياره بوينغ 737-800. ده النهارده دي احنا واخدين داخلين فيه في بروسيس عالي جدا من هاي ليفل من التعمير. دايما بنخدم طيارات مصر للطيران الاساس بتاعنا، لان الصناعه اللي احنا شغالين فيها دي صناعه نادره جدا، وصناعه التكنولوجيا بتاعتها عاليه قوي. ده محرك في 2500 اللي بيركب على الطياره الايرباص 320، ده محرك خاص بشركه بلغاريه جاي يعمر المكنه هنا عندنا. ده نتيجه سابق خبراتنا الكبيره في الطراز دوت. طبعا مفيش عميل من اوروبا هيجي يصلح حاجه عندك ويسيب ورش اوروبا كبيره غير لما يكون عنده ثقه كبيره جدا بامكانيات الورشه وكفاءات الفنيه المدربه على اعلى مستوى في شركات المصنعه للمحركات زي رولز رويس وزي جنرال الكتريك. فده مثال قوي لكفاءه الناس اللي موجودين في الورشه، وكمان التايم الكويس والكوست الكويس. احنا بنحقق المعادله اللي في ناس كتير ما بيقدروش يحققوها: منتج كويس بتايم كويس بقصة كويسة. في الحقيقة احنا الدول الافريقية، القارة الافريقية احنا دلوقتي بنتوسع فيها بطريقة سريعة، فعندنا مشروعات شراكة استراتيجية دلوقتي بنبنيها سوا مع دولة السودان، خطوط الجوية السودانية. عندنا في دولة غانا بننشئ قاعدة صيانة هناك بحيث انها تخدم مصر الطيران وتخدم كل الشركات الطيران الافريقية اللي بتنزل غانا. عندنا تعاون مع اير موريشيوس، عندنا تعاون مع دول شركات خاصة في نيجيريا. فاحنا بنحاول وبعدين بنبني محطات تخصنا احنا، تخص مصر الطيران، بنقيمها في دول زي نيجيريا، دول زي زيمبابوي. بنحاول نبني محطات لنا احنا عشان تخدم مصر الطيران وتخدم الشركات الطيران الافريقيه اللي بتنزل في هذه الاماكن. اوروبا عندنا محرك من شركه بلغاريه، شركه طيران بلغاريه. ان شاء الله يبقى في تعاون مع شركه الخطوط الجويه العراقيه كبير، ان شاء الله بنجهز لتعاون كبير معهم. ده 7 بي هو المحرك الدومين المسيطر في الماركت حاليا في افريقيا والميدل ايست. الطائرات النارو بادي اللي هي دلوقتي وشركات اللوكوست كارير بتعتمد عليها، فده فرصه جذب لينا احنا من الورش القليله اللي في المنطقه اللي عندها كابابيلتي كامله للنوع المحرك ده. مصر طيران من الشركات الرائده في افريقيا. احنا عندنا شركات بتيجي من موريشيوس، من مدغشقر، من نيجيريا، من ليبيا، من السودان. احنا مش بس محركات وكمان صيانه طائرات. يعني الحمد لله احنا التوسع بتاعنا في خدمة الشركات الأفريقية بقى يعني بكميات ملحوظة. الناس بتثق في اسم مصر طيران، دايما بقول حورس ده بيسوق نفسه.